استاذ حافظ ابو سعد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، مساء الخير. مساء النور. متفق طبعا معاك يا استاذ والله في كل اللي قلتيه، لان ده يتفق تماما مع مفهوم دوله سياده القانون وما نص عليه قانون الاجراءات الجنائيه. لا يجوز اولا الجزء الخاص باي تسريبات من قسم الشرطه او اثناء التحقيق معاه في الشرطه او حتى في مقابله والده، دي تعتبر محاوله التاثير على العداله، لان المفترض انه تغلي يد الداخليه واسم الشرطه، واليد تكون مطلقه للنيابه العامه لاجراء تحقيق عادل ومحايد وتقرير، يعني يصدر بتقرير في النهايه باحاله القضيه او حفظها ايا ما كانت، لكن بعد اجراء تحقيقات. وعلى فكره القانون بينص على انه التحقيقات سريه، فلا يجوز اي اجراء من اجراءات النيابه المعاينه للجسد او حتى التحقيق نفسه، لا يجوز ان يخرج الى سواء تسريب او كذا. ده يا اما متصور جوه الاسم يا اما متصور في الطب الشرعي، لانه كان برضو الفيديو باين، او مستشفى يعني حيث المشرحه او كده، لانه كان باين قطن وشاش، كان باين ان هو يبدو انه سرير مستشفى، فبرضو هو خارج من الاسم للطب الشرعي او الى مستشفى. احنا عايزين نعرف يعني لابد من التحقيق مين اللي سرب الفيديو ده، لانه الحقيقه انه لا يمكن انتهاك حقوق الناس بالشكل ده. طبعا دي جريمه، وفي الحقيقه محاوله التاثير على العداله دي نقطه واضحه جدا، لانه كل المحاولات لتصوير الامر على انه هذا الشخص كان له تهم معينه او انه لا يستحق انه يعمل معامله انسانيه او انه هو يستحق ما حدث له، فكل ده محاولة للتأثير على سير العدالة بعد ما أصبح الأمر في يدنا النيابة العامة، ومحاولة خلق رأي عام يؤثر على اتجاهات التحقيق، ودي من الجرائم المحظورة، لأن ده تأثير على العدالة ومحاولة التأثير على العدالة. وبالتالي أنا أعتقد هذا الأمر لابد أن يكون هناك دور للتفتيش في وزارة الداخلية أنه هذا الأمر لا يتكرر مرة أخرى، ومحاسبة من قام بهذه الإجراءات، لا سيما وأن التفتيش في الداخلية هو السلطة العليا على الضباط وعلى الاسم وعلى القائمين فيه، وهم يعني اداره محترمه وبتقوم بدورها في هذا الامر، وبالتالي لابد من ان تقوم بهذا الامر وما والتحقيق فيه واتخاذ الاجراءات والتدابير الاداريه في هذا الامر. انما النيابه العامه ايضا لابد جزء من تحقيقها ان تقوم بالتحقيق في هذا ايضا، لان دي محاوله للتاثير على سير العداله والتحقيق الجنائي الذي هو في يد النيابه العامه وهي الامينه على الدعوه الجنائيه. بشكرك استاذ حافظ ابو سعد عضو مجلس قومي لحقوق الانسان.